نظمت مديرية الطب البيطري بمحافظة أسيوط قافلة بيطرية بقرية ريفا بمركز أسيوط. يأتي هذا ضمن أعمال المبادرة الرئاسية حياة كريمة لدعم وتنمية القرى الأكثر احتياجاً والاهتمام بتقديم الخدمات البيطرية المجانية لمربي الدواجن والحيوانات بتلك القرى والمراكز. الهدف من القافلة طبعاً زي ما قلنا رفع المعاناة عن جهل المربين وتوعية المربي من ناحية التقاح الصناعي. التقاح الصناعي مهم جداً تمشياً مع سياسة الدولة للتحسين الوراثي. بنلقح بسلالات عالية الجودة من ناحية إنتاج الألبان وإنتاج اللحوم الحمراء. الفلاحين الحمد لله في إقبال النهاردة موجود عندنا، وهم الحمد لله عندهم وعي بأهمية التلقيح الاصطناعي، وأن هو الحيوانات المهجنة بتبقى فعلا إنتاجها أعلى جدا من الحيوانات اللي هي تبقى بلدي أو ملقحة بشكل طبيعي. بيبقى فيه تحصينات الحمى القلعية والوادي المتصدع، وده توجه الدولة الشهر دوت. تحصينات الحمى القلعية والوادي المتصدع دي بتبدأ مع موسم الشتاء، لأن الفيروس نشاطه بيبدأ في موسم الشتاء. كمان في القافلة بيبقى فيه علاجات للدواجن وعلاجات للأرانب وتحصينات للدواجن والأرانب والطيور عموما.